الله عنده 3 سنين اللي مشى للمدرسة. يلا نص ديال العام، نص ديال العام صافي جا السكر جا مريض، كنطيح دابا ندوز ليه، دابا ندوز ليه تقريبا سيمانة، تقريبا سيمانة ديته عند الطبيب، درت ليه التحاليل قال لي راه سكر. كيشرب الماء لترو ديال الماء في النهار ولترو بالليل، والمرحاض والطواليط كيمشي بزاف. واش والدي عندهم السكر؟ لا حتى واحد، لا عائلة لا الأب لا ما عندهمش. دابا انت كتعالجي ليه السكر؟ دابا تقريبا كمل 3 سنين. 3 سنين. شنو الأعراض ديالو؟ لا كتجي السخفة ولا عرق، كيعرق وكيشرب بزاف في الطواليط، كيمشي بزاف في الطواليط. وملي كان انا نعبر كنلقى السكر طالع 5 4، كندير ليه الخزان كنلقى اخر مره درتو ليه 8.10 في الاول 11، وفي المره الثالثه 16، اخر مره درتو ليه في هذا الشهر ليامات رمضان 8.10. مزيان عدو مزيان، الطبيبه قالت لي مزيان. اخر مره فيه السكر يلا عدو 3 سنين اللي مشى للمدرسه، يلا نص ديال العام، نص ديال العام صافي جا السكر جا مريض، كنطيح دابا ندوز ليه، دابا ندوز ليه تقريبا سيمانه، تقريبا سيمانه ديته عند الطبيب، درت ليه التحاليل قال لي راه سكر. كيشرب الماء لترو ديال الماء في النهار ولترو بالليل، والمرحاض والطواليط كيمشي بزاف. واش والدي عندهم السكر؟ لا حتى واحد، لا عائله لا الاب لا ما عندهمش. دابا انت كتعالجي ليه السكر؟ دابا تقريبا كمل 3 سنين. 3 سنين. شنو الاعراض ديالو؟ لا كتجي السخفه ولا عرق، كيعرق وكيشرب بزاف في الطواليط، كيمشي بزاف في الطواليط. وملي كان انا نعبر كنلقى السكر طالع 5 4، كندير ليه الخزان كنلقى اخر مره درتو ليه 8.10 في الاول 11، وفي المره الثالثه 16، اخر مره درتو ليه في هذا الشهر ليامات رمضان 8.10. مزيان عدو مزيان، الطبيبه قالت لي مزيان.